بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا شباب؟ معكم أحمد طارق من قناة سوفت ليرنينج. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح معادلات كاونت. في غير كاونت العادية، في كاونت إيه وكاونت بلانك. لو أنتوا فاكرين إما كنا بنعمل كاونت وعملنا معادلة كاونت على تكست على بعض اسماء المنتجات وما عدلناش حاجه، هنا بقى هنبدا نحل المشكله دي بمعادلات تانية خالص. يعني ايه؟ لو احنا دلوقتي قلنا كاونت هنا كده معادله كاونت العاديه وعملنا سيلكت للداتا دي، زي ما احنا عارفين قلنا هتطلع لنا صفر. ليه؟ لان قلنا معادله كاونت بس من غير اي اسم تاني او من غير اي زياده في الحروف بتاعتها، هي لعد الخلايا الرقمية فقط. فاحنا لو عملنا كاونت هنا كده ورحنا اخترنا الداتا دي، هيبدأ يقول لي ايه؟ هيبدأ يقول لي ان هم 21، مع العلم ان هم تحت 24 خلية. فهو ليه قال لي 21؟ لان زي ما قلنا هو عد الارقام فقط وساب الداش. الداش هنا يعتبر تكست. طيب انا عايز اعد الداش دي، يعني انا حاطط الداش هنا اهو وعايز اعدها، استخدم معادلة ايه؟ استخدم معادلة هنا، هيبقى كاونت ايه هنا، كاونت ايه هيعد لي كل الخلايا اللي انا مديها له. لو انا قلت له كده جاب لي عدد الخلايا 24. طيب هل كاونت ايه هنا هيعد لي الخلايا دي بالشكل اللي هي عليه، اللي هي فيها خلايا بلانك؟ تعالوا نجرب. كاونت ايه هنا وقلت له سيلكت على الرينج ده، هيقول لي ايه؟ هيقول ان هم 18. ليه 18؟ لان في خلايا فاضيه، هو السبيس الفاضي ده هو ما شافهوش فمعرفش يعده. لكن لو انا حطيت فيه داش هيبدا يزود معايا، يبقى شافه تاني. طيب لو انا بقى عايز اعد البلانك ده اعمل ايه؟ يبقى انا اقدر استخدم معادلة كاونت بلانك. الاكسل مديني معادلة اسمها كاونت بلانك. طيب لو انا عملت سيلكت على الداتا بتاعتي وقفلت القوس، هيبدأ يقول ان انت عندك 6 بلانك و 18 مليانين. لو احنا عطيناهم على بعض يبقى 24، وهو ده عدد الخلايا الكاملة. يبقى انا هنا عرفت ان انا اعمل كاونت للخلايا اللي هي الرقمية، وكاونت للخلايا اللي فيها تكست، اللي فيها تكست او نمبر. يبقى انا اقدر استخدم معادلة كاونت ايه للخلايا اللي فيها تكست او نمبر. طيب لو الخلايا فيها بلانك، فيها خلية فاضية خالص، يبقى لازم استخدم معادلة كاونت بلانك. طيب لو انا عايز اعد الخلايا دي كلها حتى لو فيها بلانك او فيها داش زي كده، يعني احنا عندنا ارقام، عندنا ارقام وعندنا بلانك وعندنا هنا مثلا حروف وعندنا ات معادلة وعندنا داش، انا عايز حاجة تعدلي كل دول مرة واحدة. تعالوا نجرب. لو احنا عملنا كاونت بس، هل هيعد كل دول؟ لا، ما عدش غير الارقام فقط. طيب معادلة كاونت ايه هتعدلي كل دول؟ برضو ما عدتش كل الارقام، ما عدتش كل الخلايا. ليه؟ لان معادلة ايه ما بتاخدش البلانك، وانا عندي كام خلية؟ 3 خلايا بلانك. طيب يبقى انا عندي بلانك وعندي تكست وعندي نمبر. ازاي اقدر اخلي المعادلة ان انا اعمل معادلة تطلع لي ال 24 زي ما هم، مع اني عندي بلانك، عندي ارقام، عندي نصوص، عندي علامات؟ يبقى انا لازم اعمل معادلة هنا مركبة. خلينا نقول ايه؟ هيساوي صم واقول له اجمع لي الاتنين دول. تمام. طيب لو انا جمعت الاثنين دول هنا
انا هعمل الكاونت بلانك عشان نجيب كاونت بلانك بتاعي عشان احصل على العدد كله. يبقى انا عندي هنا المعادله اللي عدت لي النصوص والحروف والارقام والمعادله اللي عدت لي بلانك، فيطلعوا ايه؟ ال 24. اجي هنا اعمل معادله صم على الاثنين دول فيطلعوا ايه؟ ال 24. يبقى انا هنا جمعت ايه؟ جمعت معادله كاونت ايه وفي نفس الوقت معادله كاونت بلانك. طيب عشان اعملهم بشكل بروفيشنال اكتر يبقى انا هعمل ايه؟ انا هنا خلينا نعمل كده، نقول هاخد كاونت ايه معادله كاونت بلانك. انا كده مختار الرنجين، هنا انا جبت معادله كاونت ايه زي ما انتم شايفين، وهنا انا جبت معادله كاونت بلانك. هنا المعادله جمعت لي كل النصوص والارقام بدون البلانك، وهنا المعادله جمعت لي البلانك، وهنا اجمالي الاثنين مع بعض. طيب انا عندي الرينج ده وعندي الرينج ده، اعمل ايه عشان يبقى شكل بروفيشنال اكتر؟ اعوض عن الرينج ده اللي هو جي 39 زي ما احنا شايفين هنا كده بالمعادله اللي جواه. يعني ايه؟ انا لو وقفت هنا في كاونت ايه وبتقول لي انا هجمع من كذا لكذا، اروح انا جاي بعد اليساوي واخد كنترول سي من جوه الفورمولا بار وادوس اسك، زرار اسك عشان اطلع من المعادله. اجي للمعادله بتاعتي اللي هي مش بروفيشنال، وهخليها بروفيشنال ازاي؟ ان انا اشيل الرينج ده واعوض عنه بالمعادله اللي انا حاططها جوه الرينج ده، فاعمل كنترول في كده. يبقى انا دخلت المعادله كاونت ايه جوه المعادله بتاعتي، ادوس انتر. هل الرقم اتغير؟ الرقم مظبوط، يبقى انا كده ماشي مظبوط. طيب الرينج الثاني جي 40، اجي على الرينج الثاني بتاع كاونت بلانك واروح واخده كوبي من غير اليساوي كنترول سي، واجي جوه المعادله بتاعتي واعوض عن جي 40 بالمعادله اللي هي كاونت بلانك. كده بقى انا عوضت عن الرينج ده والرينج ده بالمعادلتين اللي انا حاططهم جواه. كده بقى انا عملت معادله مركبه، ثلاث معادلات في بعض، سم وكاونت ايه وكاونت بلانك. لو انا دوست انتر هيطلع لي العدد اللي هو 24، وهو فعلا لو انا وقفت كده هو جايب لي 24. طبعا هو مش بيعد البلانك فهيجيب لي ان دول 21، ولكن في 3 بلانك فيبقى 24. يبقى انا قدرت اجمع بمعادله صم كاونت ايه عد الرينج بتاعي اللي هو فيه حروف وارقام، وفي نفس الوقت الرينج البلانك. كده انا اقدر اعد، كده عملت كاونت لكل الرينج اللي قدامي، ولكن هنا بمعادله مركبه، جمعت كاونت ايه مع كاونت بلانك. وكده انا عرفت اعمل اول معادله مركبه ليا بشكل مبسط وسهل تجمع لي الداتا اللي انا عايزها. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، وياريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتستمروا معانا في تطوير مهاراتكم، وبالتوفيق للجميع.